اليوم حار جدا. إنه نهار مناسب لتناول البوضة. تفضل يا بلبل. لقد حان دورك يا ريشة. أعتذر لكم يا أصدقائي، أظن أن ماكينة البوضة قد توقفت عن العمل. أنا أيضاً أشعر بالحر، وكانت البوضة ستساعدنا على الشعور بتحسن. صديقانا جاد وبسمة يمران بتجربة مماثلة، لنرى ما يفعلانه في هذا اليوم الحار. شكراً على البوضة. الجو بده بوضة. ما أسكى العصير مع قطعة الثلج. عم بتدوب البوظة، عم بتدوب، لازم انسى. الجو كتير حامي. يا سلام، ليش في الغسيل بسرعة؟ شوب شوب، عندي كل أنواع العصير. شوبت 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 كتير، شوب شوبت شوبت كتير، مشوب مشوب. معزوزة، إيش القوة المميزة لبطلك؟ هو بنط لفوق زي الضبع. بطلتي عندها صوت كتير حلو، هي بطلة الغناء. لا 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 لا. يا سلام. أما البطل تبعي أنا فهو قوته أنه بيقدر يضحك. شوفوا كيف. أنت قرقور. أها، شوفوا شوفوا، هلأ بطل الأبطال الخاص فيه صار جاهز. هلأ بس طايل أكبس الكبسة وصار جاهز إنه يطير. شكله نقطعت الكهرباء. يعني ما رح نشرب عصير؟ للأسف بس ما شكله لأ. والمروحة كمان ما عم تشتغل. كله طفى. مو مشكلة. شو؟ أنا قرقور عندي الحل. شو هو؟ شوفوا في برا في هواء. صح مزبوط. بنقدر نلعب برا. يا سلام. وين كل حدا بالحارة؟ شكلهم متخبيين من الحر. صح، وأنا سمعت إنه اليوم رح يكون أشوى بيوم بالأسبوع كله. لا تدوب يا كعك، لازم أحطك بالثلاجة قبل ما تدوب. استنى. ما في كهرباء والمروحة ما عم تتحرك، شو رح نعمل عشان نبرد؟ لسه رح ندوب من الشوب، رح ندوب دوبان. فكرة ممتازة معزوزة. صح، نقدر نستخدم مخيلتنا لنحل المشكلة. صح، وبهيك ممكن نلاقي طرق مختلفة لحتى نبورد. هل سمعتم ذلك؟ لقد قال أصدقاؤنا كلمة مخيلتنا. نعم، التخيل هو ابتكار الأفكار والصور في عقلنا حتى لو لم تكن أمامنا. نستطيع أن نتخيل لإيجاد حلول للمشكلات التي نمر بها. لنرى ما سيفعله أصدقاؤنا الآن. خلونا نجرب نتخيل. خلونا نتخيل إيش في طرق بتساعدنا لنبرد حالنا شوي. تمام. المشكلة ممكن نلاقي لها حل لو فكرنا وتخيلنا، لو حاولنا بس شوي ممكن نلاقي بخيالنا حلول. فكر دور جوا خيالك، لو في مشكلة قدامك جرب تتخيل على طول.
أعطي لخيالك فرصة يقول لك إيش الحل. وحيكون إيش الحل؟ بهدوء تخيل المشكلة ممكن نلاقي لها حل بخيالنا الحل. ها ما تقلقوا، أنا قرقور عندي حل لمشكلتنا. ها إيش هو الحل قرقور؟ بنقدر نركض بسرعة كتير 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 كبيرة حتى ينفخ الهواء وجهنا ويساعدنا إنه نبرد على حالنا. شوفوا كيف؟ عم بحس بالهواء، عم تزبط. شوفوا قرقور، إذا ضليتك هيك عم تركض راح تشوب أكتر. شوب هون، في كتير شوب. قرقور تنفس، خد نفس عميق. شهيق زفير، شهيق زفير زفير. صار وقت الظهر، رح تشوب أكتر. معزوزة، أنا كمان بدي أتخيل حالي لابسة نظارات شمسية. طيب هادي، إيش ممكن نعمل هلأ؟ تعرفوا شو؟ بقدر أعمل لكم شاي مثلج، وهذا ما بيحتاج خلاط لحتى أحضره. بس بيحتاج تلج ونحن ما عندنا تلج. بتعرفوا شو؟ خلينا أروح أتأكد إذا الجيران ضل عندهم أكم من مكعب تلج لسه ما دابوا. تمام تمام تمام، ممتاز ممتاز. أنا عندي فكرة كمان، خلونا نكمل تخيل. يا سلام، منقدر نلبس طواقي كمان. ها أصدقائي، أنا قرقور عندي أحسن وأفضل وأبرد حل. لنبورد كلنا، إحنا بنحتاج مروحة كبيرة. فكرة ممتازة قرقور، بلكي كمان منقدر نعمل مراوح صغيرة من الورق. مش قلتلكم إنه في هوا برا؟ بتعرفوا حبايبي، أنا كتير فخور فيكم إنه استخدمتوا خيالكم ولقيتوا طرق تانية نبرد فيها حالنا وبدون كهرباء. معزوزة، شكراً كتير على هاي الفكرة. أنا هلأ أحس حالي أحسن. يا سلام السلام، ما في أحلى من البراد أبداً أبداً. بارد ومنعش، ما أحلى القعدة اللي عاملينها، زي كأنه قاعدين على شط البحر. شكراً حدي على العصير. لقيت ثلج. لقيت العم نبيل كان كتير كريم وعطاني شوية تلج من تلاجته وحط لي كمان من عصير الفواكه اللي حضرته الشيف صباح. برضو حاسه ناقصه شوية سبانخ هيك تزيين فوق. هادي سامع الخلاط؟ خلاط يا سلام، اجت الكهرباء. والكعك صار بأمان ببطني. دمتي دمتي دم. فكرة رائعة يا ريشة، تريدين التخيل لإيجاد حل للمشكلة. حلولكم جميلة، الفاكهة الباردة والعصير مرطبات رائعة، ولدي بعض العصير الطازج.
وهلأ صار وقت مكتشفي المشاعر القوية. اليوم سلحوف حاسة بشعور الغيرة. مرحبا معزوزة بمسرحيتنا عن الحيوانات. شوفي بعيونك كيف بسمة رح تتحول لقطة. مياو مياو. شكرا. وهلأ معزوزة شوفي كيف جاد رح يصير نحلة. أنا نحلة وأنا عم طير. جاد شو رأيك تجرب إشي زي هيك؟ يا ريتني لو كنت شاطر مثل بسمة النحلة. شايفة؟ وهلأ عم تقلدي جوجو كتير منيح. بس هذا ما كان صوتي، هذا كان منبه المشاعر القوية. جوجو عم تقول إنه في حدا من أصدقائنا حاسس بشعور قوي. عندك مشاعر قوية تقدر تحكي معي ومعي راح نكون جنبك لنشوف شو بتحتاج لأن المشاعر القوية بتصير مع الكل هذا شي طبيعي كتير. هاي سلحوف ومبين عم تحس بشعور قوي كتير. سلحوف عم تهز كتافها هيك وزعلانة مثل هيك. أنا كمان بدي أعمل هيك. شو بدك تعمل؟ ما بعرف، خلينا نروح ونكتشف. يلا يلا يلا. مشاعر القوية بتصير مع الكل هذا شي طبيعي كتير. مرحبا سلحوف. مرحبا قرقور. أهلين بسمة، أهلين جاد، وأهلين كمان لجوجو. شوفوا شو صاحبكم اللطيف بيقدر يساوي. حركاتك كتير حلوة قرقور. عن جد رائع كيف عملتها. بجنن. شكرا لكم. وهلأ دورك. سلحوف انت منيحة؟ انا منيحة بس ما بدي العب كمان. سلحوف واضح انك حاسة بشعور قوي كتير. بدي اتحرك والعب مثل قرقور بس ما بقدر. جوجا عم تقول انه لما نتمنى لو نقدر نعمل اشي حدا غيرنا بعمله او نتمنى يكون عنا شي موجود عند حدا تاني. هذا اسمه غيرة. سلحوف انت اكيد حاسس بالضبط مثل ما حسيت انا قبل شوي. كنت غيران من بسمة كتير. صح هذا هو احساسي، حاسة بالغيرة من قرقور وهو كتير شاطر بهاي اللعبة وانا لا. جوجو معها حق، كلنا حسينا بالغيرة من حدا من رفقاتنا. يمكن بتقدري تعبري بالرسم. فكرة ممتازة بسمة، كتير بيساعد لما نحاول نرسم المشاعر اللي حاسين فيها. نحاول مع بعض؟ خلينا نجرب. هلأ لازم أرسم شو حاسة. بالنسبة إلي الغيرة يمكن يكون لونها أخضر وكبيرة وكتير فيها مثلثات ودوائر. وهلأ كيف حاسة حالك؟ أحسن بشوي. حاسة حالي مو كتير متضايقة مثل قبل وما ضل عندي غيرة من حركات قرقور الحلوة. ممتاز سلحوف. مو لازم تلعبي مثل ما أنا بلعب، العبي بطريقتك. قرقور معه حق، أنت كيف بتحبي تنطي؟ طيب أنا بحب أنط هيك، شوفوني. يا سلام حركاتك رائعة سلحوف. بس ما جاد جوجو يلا العبوا معنا. جاد حاسس حالك أحسن؟ أحسن بكتير، وأهم شي إني ما عاد حاسس بالغيرة. كل واحد عنده طريقته ليتعامل مع الأشياء. خلونا نلعب بالحجلة. أنا رح أنط وأنا بسمة النحلة. ويز ويز ويز. أنا رح أنط وأنا جاد. مشاعر القوية بتصير مع الكل
هذا شي طبيعي كتير. شعور الغيرة هو شعور مش مريح أبداً. بيرافقنا هالشعور لما نشوف شخص تاني عنده شي بدنا إياه كتير. بنشعر فيه كمان لما بيحقق أو بيحصل شخص غيرنا على الشي اللي بدنا إياه نحنا. شعور الغيرة شعور مو حلو أبداً، عشان هيك إحنا رح نحكي عن هذا الشعور مع الأصدقاء. احكي لي شو هو شعور الغيرة؟ شعور الغيرة مثلاً أنت عندك كتاب أنا ما عندي نفسه، إنه مثلاً تشوف شخص عنده شيء أنت تبقى زيه، إن أنت تبقى فيك صفات مميزة غيرك ما يبقاش عنده فيحس بالغيرة. عمرك شعرتي بالغيرة؟ لا، الأصغر مني أبغض منه. أنا كتير غيرانة. لما بتشعر بالغيرة لمين بتلجأ؟ لأمي وأمي. وهيك بنكون حكينا عن شعور الغيرة. رح نتعلم رقصة جديدة، بحرك جسم بحرك ايد، نطة وحركة على الإيقاع، رياضة وصحة واستمتاع. ما تخليهاش بنفسك ورقصها بنفسك. أهلا بيكم في دقيقة الرقص، يلا يلا كلكم معايا نقف ونحرك جسمنا ونرقص. يلا نتعلم الخطوات. هنعمل دايرة كبيرة، نهز جسمنا ونلف، نهز جسمنا لتحت، وبعدين هنعمل حركة المروحة وندوس برجلنا 3 مرات. 1 2 3 سقفة ونعكس. 1 2 3 سقفة. وبعدين هننط في الاتجاهين 8 مرات. 1 2 3 4 5 6 7 8. دلوقتي هنعيد حركة المروحة تاني. 1 2 3. 1 2 3. وخلصنا. جا دوركم عشان تنضموا لي في الرقص. يلا. حلو كتير هالرقصات واللفات والحركات، تصفيق ورقص وحركات، حركاتك مثل الكلمات، تصفيق ورقص وحركات، حركاتك مثل الكلمات، نعبر فيها عن إحساسنا، نحرك كتافنا، نحرك راسنا، افرك أو افتح كفيك، دوس على الأرض برجليك. حلو قوي، الرقص ده حاجة حلوة جدا، لأنه بيخلينا نحرك جسمنا زي الرياضة، مستنيين كل مرة الجاية مع رقصة جديدة. مرحبا فيكم في مغامرات الرياضيات مع الموسوي، واليوم رح نتعلم عن بطيء وسريع. يا سلام. هاي إلمو، في عندي فكرة حلوة. استعدت أحب انطلق. لحظة، شو هي فكرتك؟ مزبوط، ما قلت لك فكرتي. برأيي نعمل كوام كتير كبيرة من كل ورق الشجر هدول. شو هالفكرة الرائعة زوي. طيب المو جاهز و انطلق. واو زوي، انت عم بتلمي ورق الشجر بسرعة كبيرة. مزبوط، لأني بدي أخلي كومة ورق كبيرة، لهيك عم بتحرك بسرعة. المو بحب المشي والتجميع ببطء لأنه بحب يشوف كل ورقة. شوفي ورقة الشجر هاي بتشبهك زوي. مزبوط، بتشبهني. كومة أوراق الشجر عند المو أصغر بكتير من كومة زوي. عادي، لأني عم بتحرك بسرعة وأنت عم تتحرك ببطء. شوفوا زوي حركتها سريعة، حركتها سريعة، حركتها سريعة. شوفوا المو حركته بطيئة، حركته بطيئة. كأني سمعت حدا عم بيحكي عن سريع وبطيء. إحنا، أنا جرجور وبعرف كتير أشياء عن سريع وبطيء.
مثل ما انتو شايفين في عندي هون شجرة التوت، ولازم أسقيها بالبريق الصغير هاد. لازم أعبي مي بإبريقي الصغير مرة تانية. سقي شجرة التوت بهالطريقة رح ياخد وقت كتير، يعني هيك بطيء، بس بعرف شو لازم أعمل. رح أطلب من صديقتي فيلو تساعدني. فيلو! آه، أنت هون؟ بتقدري فيلو تساعديني أسقي شجرة التوت بطريقة أسرع؟ أكيد! هلأ السقي رح يكون أسرع. يمكن صار لازم نجرب باب تاني لحتى ينشف قرقور. أنا قرقور نشفت حالي ورح أفرجيكم أمثلة تانية عن سريع وبطيء. مايسترو، سمعيني موسيقى بطيئة. يا سلام، وهلأ خلونا نسمع شي سريع. ها، هلأ رجعنا نرقص بطيء، وهلأ عم نرقص سريع سريع، وهلأ أسرع أكتر أسرع أسرع. عم نتعلم كل شي عن سريع وبطيء، سريع وبطيء، سريع وبطيء. عم نتعلم كتير أشياء عن سريع وبطيء. أنا رجعت، وهلأ معاي هالتوتات الطيبين كتير من شجرة التوت الحلوة هاي، ورح أوصل طلبيات لكل أصدقائي بمساعدة صديقتي العزيزة الدجاجة جوجو. أهلاً جوجو، يلا نبدأ نوزع طلبيات. واو، جوجو عم بتسلم الطلبيات بسرعة لأنها لابسة حذاء العجلات، أما أنا بسلم طلبيات التوت بشكل بطيء لأني بمشي على رجلي. هام، شو رأيكم أحاول أنا أكون كمان سريع؟ بقدر أسلم طلبيات التوت لصديقات الدجاجات بسرعة كمان. واو، عم بتزلج بسرعة كبيرة وأسرع أسرع من اللازم. تدا، وهلأ اتعلمتوا أشياء عن سريع وبطيء. شكراً لأنك علمتنا أشياء كتيرة قرقور. شكراً جوجو. إلمو كتير استمتع وهو عم يتعلم عن سريع وبطيء. وأنا كمان إلمو. يلا نرجع نجمع أوراق الشجر. أكيد، وإلمو بيقول إنه الزاوية لازم تكون سريعة وإلمو يكون بطيء. اتعلمنا شي جديد بالرياضيات، بيساعدنا نلاقي طرق جديدة للألعاب. تعلمنا عن سريع وبطيء، سريع وبطيء، سريع وبطيء، سريع وبطيء، سريع وبطيء، سريع وبطيء، سريع وبطيء. هيييي!